حبيبي أنا ما بقول لك صار وصار وصار وصار، بقول لك ختمت كل حاجة، بس أبغى أرتاح. اللي خلق هذا القلب مين؟ الله. الله سبحانه وتعالى، الله خلق هذا القلب وجعل راحته في طاعته سبحانه وتعالى. لو تلف هذا الكون وتعمل من جميع العمايل ما في راحة لهذا القلب إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. الله. تبغى الحياة السعيدة، تبغى الراحة، تبغى الطمأنينة، اسمع كلام الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شيخ عبد الرحمن، إيش أقرب موضع يستجاب فيه الدعاء؟ موضع عظيم ذكر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أي واحد منا يحتاج حاجة، مفهموم، مغموم، مكروب، مديون، يبغى وظيفة، يبغى يتزوج، اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. إذا سجدت بث إلى الله أحزانك، بث إلى الله آلامك، أطلب من الله حاجتك، فالله سميع قريب مجيب لمن دعاه، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال عن الله سبحانه وتعالى أنه ينزل نزول يليق بجلاله ويقول: هل من داع فاستجب له. فالثلث الأخير من الليل أسجد سجدة طويلة وقول: يا رب يا رب يا رب، الله يسمعك وراح يفرج همك ويرزقك ويعطيك ما تتمنى. الله يسعدكم.